سلامتكم ويكم ان شاء الله راكم بخير الناس كلها. اليوم دبرتنا مرمز مرمز حاسيلي كما تعرفوا، مرمز بالعلوش البنة نتاعو سيرتو هكا يعود هكا فيه البصل بزايد وكل شيء. اول حاجه كما تشوفوا حطيت هكا الطنجره عليها تسخن فيها هكا زيت، عملت زيت زيتونه معناها الكميه هكاك، نقول هكاك فنجان صغير ولا هكاك اربع مغارف. اهم حاجه معناها نحط هكا الطنجره بحذية فيها الماء يسخن، يزم يسخن زيت على خاطر البقول الجافه كيما اللوبيا الحمص جلبانة وكل شيء خاطر تحب هكا معناها باش تتهشش هكا في الطياب وتجي هكا سهله، يلزم نمرقها هكا بالماء سخون برشا. عصيره كيما تشوفوا حطيت هكا الماء الزيت يسخن، وعندي لهنا كميه باهيه من البصل معناها برشا بصل وزاد مغصوص جوانح كيما تشوفوا، وباش نقليه مليح مليح. حطيت كيما تشوفوا البصل هكا يتقلى، لازم هكا نقليه مليح لين يذبل معايا اهم حاجه. كيما تشوفوا نبقى هكا نحرك فيه بالطول، سيب حصيل وقت الماء نتاعو ويبدا هكا يذبل معايا، مهم ياسر باش يخرج اكل الجو نتاعو وقت البصل هذيك في الاول. هذيك علاش معناها نكثروا منه مرمز معناها يجي فيه برشا بصل، هذيك حصيلو البنه نتاعو في معناها غادي في البصل. لهنا يزي معناها كيما تشوفوا تبل معانا هكا البصل عادش، اذا كان زدت شويه هكا باش معناها باش يتحرق ما حشتيش بها هكاك، دوب ما نذبلو سيبك الماء نتاعو هكاهو. توا عندي لهنا عندي اللحم اللي باش نحطو، عندي طماطم معجون فلفل احمر وشويه هريسه عربي، باش نحطهم هكا كلهم مع بعضهم بسم الله مع البصل. وباش نقليهم زاده مع بعضهم كله معناها كل تقلي المره الاولى في مع الطماطم وفلفل احمر وكل شيء، زاده تخرج لي زاده بنه كيما معناها الصوص نتاع المقارونه الروز كيما الكيكه، حصيله تعطيني مطعم زاده بنين. كيما تشوفوا نحرك حصيله بالطول باش ما يتشدليش، الطريقه هذه عندي لهنا باش نعمل زاده معناها هذه اختياري انا بالنسبه ليا البنن اللي هي هكا طماطم كعبه طماطم صغيره خضراء تعطي زاده مطعم بنين، ومعاها حصيلو الفلفل هذا الفلفل الشايح زاد يعطيني مطعم بنين. ونخليهم يتقلوا هكا مع بعضهم مليح مليح. توا زادك الطماطم الخضراء هذيك باش تطلق الماء نتاعها، حصيلو اللي باش يستعملها عينو ميزانو هكا باش ما يكثرش من الطماطم المعجون، يعدل هكا بيناتهم باش ما يعطينيش اكل مطعم نتاع الحموضيه. كيما تشوفوا بعد ما تقلو هكا مليح مليح ومعناها وشاحت معايا بسم الله، باش نبدا هكا شويه بشويه نزرق بشويه ماء سخون دوبلاش ما نكثرش ونكمل نحرك. راهي مهمه ياسر معناها الطريقه نتاع التقلي هذه في الاول مهمه ياسر باش معناها من بعد يجيني المرمز نتاعي بنين. نبدا هكا بشويه بشويه وما نكثرش الماء، شوف معناها هكا اللزوجه نتاع البصل وكل شيء هذا كسر البنه نتاع المرمز كما تشوفوا.
بالنسبة للفلفل الشيح اختياري بالنسبة لي، معناها يعطيني هكا جو بنين كما تشوفوا، نزرق هكا بشوية بشوية بالطريقة هذه كما تشوفوا. خرج ها حصيرو، خرج الزيت نتاعو. توا في المرحلة هذه باش نحط الحمص نتاعي كمية هذه، عيني ميزاني، نحاول هكا نعد ما بين كمية البصل وكمية الحمص، معناها بريسك كيف كيف، أما نخلي هكا ديما هكا صفحة بصل صفحة مرمز، ونزود صفحة حمص، ونزود شوية في الحمص حكم معناها البصل باش يذوب معايا كما تشوفوا. معناها شوف في الأول معناها مازلت هكا ما مرقتش، تحس اني معناها الكميه ما بيناتهم معدل، ما ثماش هكا ما تحسش انه البصل هكا اكثر من الحمص، وما تنسوش انه الحمص من بعد باش يتنفخ هكا معايا ويطيب كما تشوفوا. وفي المرحله هذه باش نحط الفحات نتاعي كما تشوفوا، حطيت فلفل اكحل، كركم، اللفاح هذاك المخلط كما تشوفوا، هذيك معناها الفحات. اذا كان عندكم هكا تابل وكرويه مخلطه تعملوا، بسم الله. شوفوا معناها الكميه كيفاش هكا متوازنه ما بيناتهم، بين الحمص والبصل، معناها اكيد معناها فهمتوا شنو نقصد. توا باش نمرق على مستوى اللحم هكا والحمص وكل شيء، حكم هذه كوكوت معناها، ونخليها تطيب قدرها هكاك نص ساعه، ونحل عليها كما تشوفوا بالطريقه هذه، معناها على مستوى معناها ما نعبيهاش هكا بالماء، جيست هكا كما تشوفوا معناها يظهر لي الحمص والبصل واللحم كهو، ونغطي عليها تو الكوكوت. من بعد نصيب ساعه هكاك بحكم معناها مرقت بالماء السخون ديجا، معناها الطول بدات هكا بشتغلي وكهو، نحل عليها ونشوفها كما تشوفوا. هذا المرمز نتاعنا طاب وحضر حصيله، شوفوا كيفاش عصيلو ريحته بنين على الاخر، شوفوا الاخضريه هكا نتاع البصل واحد عصيلو. بالنسبه ليا في الاخر نحط هكا قرين فلفل، بالنسبه للون عندي هكا راجلي يحب اللون الاحمر، اعملوا قرين فلفل اخضر ولا حاجه كيما تحبوا. وبالنسبه ليا راني معناها نخليها هكا شويه دوب الليش هكا في الفلفل، نقص عليه ونعمل رشه كمون. بالنسبه ليا هذا شنو نعمل، خاطر باش نقص ساعة الغاز، نخلي ديما هاكا قرين فلفل شاد روحو وفي نفس الوقت توا يخرج المطعم نتاعو. فوالا هذا الكمون يجيكم بنين على الاخر كيما تشوف. وتوا باش نوريكم هاكا لسه طبق التقديم المرمز نتاعنا في الاخر كيفاش. وهذا صحن المرمز نتاعنا حضر حصيلو، ريحة ما نحكي لكمش، شيء كبير. المهم طبقوا الرسات كما هي، طبقوها وجربوا معناها ورجعوا لي اتو تشوفوا البنه بقدره ربي حاسي. كما تشوفوا لهنا وصفتنا كملت، ان شاء الله راهي عجبتكم، تخلوا لي هكا في التعليق رايكم شنو، وما تنسونيش من الجيمات واللايكات حاصيلو، هذيك اللي تخليني معناها نقدم ونزيد هكا نقدم لكم معناها ونجيب لكم جديد. المهم لهنا وصفتنا كملت، ما بقى لي كان باش نقول لكم ان شاء الله ملتقانا في وصفه اخرى، ونقول لكم في امان الله، بسلامه.